بمناسبة عيد القديسة ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية، احتفلت كنيسة العذراء سيدة فطيمة في بيت ساحور بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس بحضور جموع كبيرة من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. في كنيسة العذراء سيدة فاطمة من مدينة الرعاة في بيت ساحور احتفل المؤمنون بعيد القديسة ماري ألفونسين، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتيني في القدس والمطران مار قدسه وراعي الكنيسة الأب عيسى حجازين وعدد من الآباء الأجلاء، والجوقة التي أحيت القداس الإلهي بقيادة الأستاذ جورج وبمرافقة الشماس مايكل وحضور جموع غفيرة من أبناء الرعية والمناطق المجاورة. فالقديسة ماري ألفونسين هي مؤسسة راهبات الوردية لها مكانة خاصة بين عموم المؤمنين، وفي كلمة المطران الشوملي حث المؤمنين على الدعوات والسير قدما على نهج القديسة في حب المسيح وأمه مريم العذراء، وهي التي عاشت الوداعة والهدوء والسكينة، هي ابنة السلام والساعية إلى بنائه، وهي التي عرفت كيف تحول الاضطهادات في حياتها إلى بركات. بهذه المناسبة بدنا نلفت انتباه أهلنا وشعبنا ومؤمنينا إلى الدعوات الرهبانية. الحمد لله حتى الآن عندنا دعوات كهنوتية وربنا منعم علينا ومكرم، لكن الدعوات النسائية خصوصا لرهبانية الوردية هي أقل من السابق. وعيد اليوم بذكرنا أنه لما بنسمع صوت ربنا بدعونا لأي دعوة كانت يجب أن نصغي لصوت الرب. الدعوة إلى الحياة الرهبانية هي أيضا دعوة إلى الكمال وتحقيق الذات وإلى القداسة. أتوجه إلى راهبات الوردية في فلسطين والأردن والجليل والدول العربية وروما والإمارات طبعا بأحر التهاني، سائلا لهن القوة والقداسة ودعوات متجددة دائما. كل عام وهم وإحنا بألف خير. بهذه المناسبة أحب أشكر خور الرعية اللي دعانا بيت جالة مع بيت لحم نقدس هون بهذه المناسبة. بيت ساحور هي أول إرسالية اللي خدمت فيها قديسة ماري ألفونسين. بهذه المناسبة بدي أقدم تهنئة لكل الرهبات المتواجدات في الوطن العربي. وفي نهاية القداس تم تقديم التهاني لراهبات الوردية في ساحة الكنيسة. أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لراهباتنا الحبيبات في هذا العيد الذي يرمز إلى المحبة والفناء والاقتداء بالسيد المسيح، وإلى عمل الراهبات المتفاني من أجل خدمة الكنيسة ومن أجل رسالة يسوع المسيح التي كانت قد سارت عليها القديسة ماري ألفونسين. كل التحية والتقدير والمحبة، وأنا آمل من كلنا وخاصة سيداتنا أن يتبعنا هذه الرسالة وأن يمشينا في درب القديسة ماري ألفونسين حتى نبني عائلة مسيحية حقيقية، لأن الأم والسيدة هي حجر الزاوية لبناء الأسرة ونجاح الكنيسة المسيحية. كل عام وأنتم بألف خير. فطوبى لك أيتها القديسة ماري ألفونسين، يا من تركت لنا إرثا من الصمت تكلم من بعدك. لنرسات مارلين الحدوة من كنيسة العذراء سيدة فاطمة بيت ساحور. وفي بيت لحم استقبلت مدينة المهد حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون إذاناً ببدء الاحتفالات الميلادية وعيد سانتا كاترينا.
وفي دار البلدية عقد المؤتمر السنوي التقليدي لإطلاق فعاليات أعياد الميلاد المجيدة بأجواء ميلادية مليئة بالفرح والسلام.